بحال الحوانت كاعيين على اتصالات المغرب وحالفين حتى يخليو مالين الشركه يطلبوا ويرغبوا فيهم، وداكشي علاش عدد كبير من مالين الحوانت بداو كيقلعوا البلايك ديالها في جميع انحاء المغرب، وقروا على انهم غادي يبداو يتعاملوا مع المنافسين الكثار ديالها حيت على الاقل هما باقي داخلين سوق راسهم. في الوقت اللي السي وهبي حالف حتى يدير البوز في هاد العامين اللي بقات ليه، علاش ماشي هو اكثر وزير كيحماق على شي حاجه سميتها حقوق المراه وفي عالم موازي؟ تما نهز البوطه حط البوطه زاد معلم، وهاد الخبر تقسم العيالات الدرب اللي تجمعوا على مول الحانوت كينقروا على الصباح. فعلاش هادشي كامل؟ واش المغرب داخل في موجه غلاء اسعار جديده ولا كيفاش البلان عاوتاني؟ معكم بسمه اف فيديو جديد ومعلومات جدادين كيف ما العاده، وداكشي علاش الا حسيتي براسك استفدتي شي وزه دير معاك شي فالو ولا سبسكرايب وفعل الجرس باش يوصلك الجديد، واجي ندخلوا لهاد الروينه بدار عوينه. ولكن قبل، واش شفتوا هاد الترند الجديد والوائر اللي كيديروه التلامد في اخر العام واللي فيه كيديروا راسهم بحال الا مدا بزين ومنوضينها في القسم، مع كيجي الاستاذ يفكهم كيفاجئوه بالورد وبالشكلاط؟ واخا هاد الترند مخوذ من عند دول اخرى، ولكن اهم حاجه ان هادشي حاجه زوينه وكتخلي الناس ما يفقدوش الامل في هاد الجيل اللي طالع. وندوزو لاتصالات المغرب اللي كتنطبق عليها الهضره ديال يا اختي كنا جالسين حتى قال لنا الطنطون ديال راسنا نفدعو بنادم في جيبو واحد شويه. اللي وقع سيدي وهو انه ماروك تيليكوم قررت انها تنقص الماني للحوانت من هامش الربح ديالهم، بحيث انه من 7% اللي كانوا كيربحوا في بطاقات التعبئه غادي يوليو كيربحوا غير 4.5%. والمشكل ماشي غير في هاد النقصه اللي داروه، وانما في قله التواصل مع المعنيين بالامر واللي هما التجار اللي كيبيعوا لي كارت، واللي كيشوفوا على انه كان عندهم فضل كبير ان اتصالات المغرب تولي من اكبر شركات الاتصال في المغرب، الشيء اللي خلاها تزيد تكبر وتحل فروع في مختلف دول افريقيا بحال بنين، بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، وتشاد وبزاف اخرين. ولحد الساعه العدد ديال الكليان ديالهم كيتجاوز 75 مليون واحد. وغير الاشاره، ف 22% من الاسهم ديال هاد الشركه كتمتلكها الدوله. تقدر تقول مع راسك حتى شكون كاع يسواو مالي الحوانت قدام هاد الشركه، لانها بيهم ولا بلا بيهم اصلا بايعين. ولكن هاد التاجر بالضبط اللي بدا في الحرفه وهو ولد 14 عام في التسعينات كيقول على انه باه كان من الوان اللي بداو كيبيعوا التعبئه، لدرجه انه داير متحف عنده في الدار ديال لي كارت بالتسلسل الزمني ديالهم. هادشي تنقول لك دابا تقريبا في 92، هادي الفاكتوره اللي عقلت غير انايا غير الوالد ديالي قبل مني. من بعد حلوا واحد الشباك خاص باتصالات المغرب، ها هو وكنا كنخلصوا درهم و25 ديال التنبر، يعني كنساهموا في الاقتصاد الوطني. اول اللي كارت خرجوهم هاد التيلي كارت بقاو عندي وخليتهم ذكرى. ومن بعدها جا الجوال كان تيتباع في هاد الربيعه هادي لا كارت 300 درهم، شويه ولاو كيخلصوا داروا لاجونس اللي كاينه في عرس الماش، واستمرينا معاهم كنخلصوا التنبر. من بعد واحد العام تطورات اتصالات المغرب ولات على هاد الشكل هذا وكنخلصوا. شوفوها راه في ديك الوقيته عباد الله، شوف 2358 درهم، شوف مول الحانوت في ديك الوقيته كيخلصها. من بعد خرج واحد الباك ديال المنزل، انا راه كنقول لكم هاد الشيء حطوا ذكرى عندي متحف في الدار. ملي خرجوا لي كارت جوال بقينا كنبيعوا لي كارت جوال بخير وعلى خير، حتى كنتفاجئوا انهم توصلوا لنا شركه كبرات. رغم هاد الذكريات هادو باقي انا لور لور، انا كنت كنتسنى هاد اتصالات المغرب اللي تكري هاد الوكال المغربي تعترف به، لان راه ماشي سهله صاحبي نمشي معاك من الاول. ملي بديتي ملي كتخلص مازال ما عندك حتى شي اجوز في مراكش، وانا معاك تنط نقص ليا من الارباح ديالي. فاش كنهضروا على مول الحانوت فحنا كنهضروا على انسان اللي كيتعامل مع مختلف الطبقات، واللي جزء من هاد الطبقات ما كيعرفش يدخل التعبئه لراسو، الشيء اللي كيخلي التاجر يعطي الوقت لكل كليان باش يدخل ليه الرشاج ولا يصيفطها ليه. وهذا واحد السيرفيس بالنسبه للتجار اللي مهم بزاف وكياخذ لهم الوقت، لان هاد العمليه كتكرر بزاف ديال المرات في النهار، وبالتالي باش انت تجي وتحيد ليه داك الشويه ديال الربح مقابل طبخ الراس فغير بلاش منها. هادشي هما اللي قالوا، وهذا هو السبب علاش هما فعلا لجؤوا للمقاطعه وبغاو يخدموا غير مع المنافسين اللي ما قاسوش ليهم جيبهم. المقاطعه ما جاتش غير حيت بغات الشركه تنقص ليهم من الربح، وانما حيت فاش تجمعوا وبغاو يهضروا مع المسؤولين ديال الشركه كيلقاو على انه حتى شي واحد ما معبرهم ولا مسوق ليهم وكانهم زايدين ناقصين. حيت فعلا عييت ما نقلب على الاسباب اللي خلات الشركه تاخذ هذه الخطوه ولا هذا القرار، ولكن ما لقيتش راس الخيط. حيت يقدر واحد القرار ما يعجبكش، ولكن فاش تقدر تقلب ليه على التفسير ديالو غتلقاه واخا يعجبك ولا ما يعجبكش، المهم تفهم الاساس ديالو. بحال في البوطه مثلا، كلنا كاعيين حيت زاد الثمن، ولكن على الاقل عطي لنا واحد السبب علاش، سواء كان بصح ولا ماشي بصح، المهم عطاونا راس الخيط. قال لك اسيدي البوطه ديال 3 كيلو غادي تزاد فيها 2 دراهم ونص، والبوطه ديال 12 كيلو غادي تزاد فيها 10 دراهم. الحكومه كتفسر هاد الزياده في اطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومن الاخر قال لك راه كاين شي ناس اللي كيستافدوا من الدعم ديال البوطه وهما قادرين يخلصوها، وهذا الشيء خلى الغني والفقير يوليو قد قد، الشيء اللي بالنسبه لهم حقره. نديروا راسنا فعلا ثقنا في الحكومه وقلنا بلي فعلا هاد الناس حقانيين، شنو هما سيدي المعايير باش غادي تحددوا لينا شكون اللي فعلا يستاهل وشكون اللي لا؟ حيت لا واحد كيشد 4000 درهم ولا 5000 درهم ما كيتسمى قد براسو، وبالتالي خاصك تكون فقير مكحط عايش براكه وكتشرب يترو ديال الشتا اللي كتقطر عليك باش تبان ليهم بلي فعلا تستحق يعطيوك الدعم. ولكن السيستم في حد ذاته اللي كيحددوا به المعايير اقل ما يمكننا نقولوا عليه هو كارثي، حيت كيخليك بينك وبين الرحمه ديال البيسي اللي كتدخل ليه المعطيات والبيانات ديالك، وهو اللي كيقرر واش انت تستحق تاخذ الدعم ولا لا. فإلا كانت عندك تلفازه ولا ثلاجه ولا كنتي فلاح اللي عنده جوج نعجات تلاويين فيهم غير نص كيلو ديال اللحم، فهادشي كيعني
يعني بالنسبه للبيسي باللي راك بحالك بحال رئيس الحكومه بجوج بكم ما خاصكم حتى شي خير. كاين واحد السيستم ديال لي بوين اللي كيعطي لي هو يعني عالمي وفيه لايس سي بي وداكشي اللي كيعطي واحد ليكواسيون واللي هي واضحه وكاينه في مصوبه. كاين واحد المؤشر عليه كتعتمد. كاين واحد اللي عليه كنعتمدوا بلي لا ماشين كتعطيك هذاك المؤشر راك تستحق بلي ما كتعطيش راه سميتو وانه كنقدروا كنشكروا سي اخ نوش حيت حفظ مزيان قبل ما يطلع لهذه المقابله لانه ماشي سهله تقنع شاب كائي وشاب حزقه وانت كتبين ليه بلي الحياه ورديه. وفعلا كاينين اكراهات والحكومه جابت شي حوايج او بالاحرى افكار زوينين غير هما هاد الافكار فاش كيتحولوا لارض الواقع كيوليو كارثيين بالرغم من انه فعلا الحكومه عطات الدعم لاكثر من 3 مليون عائله وعممات التغطيه الصحيه اي كي اي ام متضامنه لاكثر من 4 مليون اسره ودارت برنامج دعم السكن باش تعاون 330 الف اسره في 3 سنين الجايه. هادشي قلتو غير باش ما تقوليناش الحكومه بلي ما عارفينش المجهودات اللي كدير وحتى الشعب المغربي عارفكم شنو كديروا. وانا براسي ما مره ما جوج درت بزاف ديال الفيديوهات اللي كنشرح فيهم الخايب والزوين في هادشي اللي دارتو الحكومه الجديده باش ما نكونوش كنشوفوا غير النص الخاوي ديال الكاس. ولكن الاشكاليه كتبقى في انه كتجيو تصلحوها كتصدقوا عامين ليها العين مع بزاف ديال الطبقات. غنعطيك 500 درهم ديال الدعم وغندعموا الارامل والاسر المعويزه ولكن غنزيد عليك في البوطه والمازوت باش توصلك التقضيه غاليه. والبنين اللي كان كيشري زلافه ديال البصاره باش يسد بها التقبه ديال الجوع غير ب5 درهم غيولي دابا يشريها هي والخبزه باش غيدوز بثمن اكثر. الا كنا حنا كطبقه متوسطه دايرين عين ميكا ومدوزينها بجغمه الماء الفقير حتى ديك جغمه ديال الماء هز ليها الهم وفكايه من وحلتها. وفي المقابل كاين الناس اللي شايفين راسهم طاليين في الغيس والسيوه بحقه ما تحقه نايض كيدافع على المراه واش فاش تبغي تبات في اوطيل مع شي واحد تعطي العقد ديال الزواج ولا لا. وهنا كنبغي نوضح واحد البلان اللي بزاف ما فاهمينوش وهو انه واخا تبان لكم حكومه وحده الا انه فيها بزاف ديال الاحزاب وكل حزب والتوجه ديالو والقضيه على من كيدافع باش بهكذا كل واحد يهضر على حاجه وكلشي في نفس الوقت. وداك الشيء علاش الدوله كتسلفهم الفلوس اللي كيرجعوها لهم بطبيعه الحال من بعد والا ما رجعوهاش كدير لهم الشوا كيف موقع مؤخرا والسي الشقر بدا كيطلع وينزل لا وانتم حكارين وانتم حقه ما تحقه. المهم هذا الدعم اللي كتعطيهم الدوله كيديروا به دراسات باش يفهموا المجتمع في مختلف الجوانب ديالو. وفاش كنهضروا على البام اللي هو حزب الاصاله والمعاصره فاحنا كنهضروا على حزب اللي كيدافع على الحريات بشكل عام. وداك الشيء علاش من ضمن الدراسات اللي داروا العام الفايت وهذا العام نيت هو 8 ديال الدراسات من بينهم مدونه الاسره ومنظمه المراه الباميه والحريات الفرديه. وبالتالي حاجه ديال القوى كيدافع على اي حاجه كتبان ليه فيها مصلحه للمراه من جهه ومصلحه ديال الحريات الفرديه لا للراجل ولا للمراه. من حيث كطلب واحد الوثيقه من عند شي مواطن راه كتمثلو بحياته الخاصه لان فيها اسرار وحياته الخاصه. الا ما كاينش كينص عليها القانون الا طلبتي بها كتولي مخالفه لان دخلتي حياته الخاصه باش تدخل ليها. انا نقول لكم مثلا المراه اللي كتكون غضبانه ولا مخاصمه مع راجلها كتمشي للوطي تقول لي جيب لنا واش انت ساكنه في الرباط ولا ما ساكناش في الرباط. نطرح سؤال اخر حتى تمشي للوطي يقول لك واش انت مزوج ولا ما مزوج كيطلب لك عقد الزواج باش يدخل في حياته الخاصه. اعطيني السند القانوني اللي كيعطي هذا الحق ما كاينش. انا عطيتو ليا كنقلب على هذه 20 عام ما لقيتوش. اذا اللي تطلب هذه الوثائق راه مخالف للقانون خصو يتبع قضائيا. السيوي بي كيشوف على انه حتى شي واحد ما عنده الحق يطالبك باش تعطيه بيانات خاصه ديالك. وداك الشيء علاش ما كيفهمش علاش بعض الجهات كيطلبوا من المواطنين انهم يعطوهم الصوابق العدليه في الوقت اللي الجهه المعنيه او الجهه اللي طالبه ديك الوثيقه خاصها هي اللي تتواصل مع الاداره ديال وزاره العدل. وهذا الشيء كامل داخل في اطار تبسيط الاجراءات الاداريه. السوابق العدليه اللي تكلمنا عليها كان في السابق مواطن اللي بغى يحصل على السوابق العدليه خصو يجي من فرنسا اذا ساكن في فرنسا ولا المانيا ولا ما عرفتش فين خصو يجي من المانيا حتى هنا باش ياخذها ولا يدير واحد الوكاله ويديها للوزاره القنصليه ويصدقوا لي عليها ويجيبها لوزاره الخارجيه ويصدقوا انه ذاك القنصل صحيحه عادي يجيبها للوزاره عادي يعطيك السوابق العدليه. الان عندنا مليون طلب للمراه عن طريق الهاتف فقط الهاتف كتقول معناه انه الوسائل التقنيه الحديثه كتسهل هذه الامور وكتمنى المستقبل. تصور دابا وزاره العدل هي اللي عندها السوابق العدليه نهار تعينت وزير جيت لقيت ناس شاده النوبه باش تدوز واحد الكونكور في وزاره العدل وكتشد منها الشرجم السوابق العدليه كتعطيها هذا الشرجم هذا. من الحوايج اللي انتقد وهبي وهي شهاده الحياه اللي كتجي فيها العابات والحق في تاسيس نقابه من طرف اي واحد بدون ما يكونوا اكراهات. وفي نفس الوقت باش تكون تنافسيه بين النقابات اللي ديجا محتكرين الدومين فيما يسمى بمحاصره البيروقراطيه النقابيه خاصه انه فيما يخص الصداع اللي كان نايض على التعليم شفنا المشكل اللي كان بين النقابات والتنسيقيات اللي فقدوا الثقه فيهم. وهبي هضر حتى على الاغتصاب الافتراضي والتحرش اللي كاين في السوشيال ميديا وقال لك خاصنا نزيروا الطرح حيت بنظم تصل وغير جيه فم وقول وبالتالي خاص ضروري تفعلوا قوانين اللي كيعاقبوا على التنمر والتحرش. راي اللي كتشارك معاه فيه مديريه الامن الوطني اللي دارت منصه ابلاغ باش تسهل على المواطن يشكي باي واحد بغى
يبتزو ولا يلقى عليه بتخسر الهضره ولا اي حاجه داخله في الجريمه الالكترونيه. صنشدد راه الا ما كانش العقوبه ولا ما كانش الضبط راه ما غيكونش الحل لهاد المواضيع. راه ولا دابا اللي شد الفيسبوك جات تبقى ينشر ويقول الاكاذيب ويقول الكلام ويسق شي فشي كتسمع شي اشياء غريبه. انا كنحل الفيسبوك الصباح دابا بقيت كاع كنحلو لان كنحل كنلقى شي عجب في راسي من داكشي كاع مابقاش كنشوف لا هي لا واتساب لا والو. حيت وصلنا لهاد الدرجه هادي اعتقد ان القانون والزجر والعقاب هو الحل. وحنا بناء على القانون اللي كنظم هاد المساله هادي اللي هو 1300 و447 447 2 جوج دابا الان في القانون الجنائي تشددنا اكثر من حيت القانون الجنائي انا ذاك نتناقشوا الا كانت حاجه نضيفوها نضيفوها باش نوضح هذا التسيب هذا وناخذوا قرار في هذا الموضوع. كاين جوج المبادئ سنعرفوا هناك شي اسمه حريه التعبير ما عندي مشكل فيها وهناك شي اسمه العبث هذا موضوع سنحاربه وما يمكنش نقلب على العبث نمشي باش ندير مع اجراءات قانونيه وقلنا فيه مساله حريه التعبير. دابا الفيسبوك شنو فيه؟ فيه الابتزاز فيه التشهير فيه الاستغلال وفيه الاهانات وفيه الكذب. حتى تنسال شي تقول لك لا راه مسيت بحريه التعبير. حريه التعبير ما عمرها كانت وسيله سلبيه. حريه التعبير دائما وسيله ايجابيه لتطوير الحياه المجتمعيه ماشي هي نبقى نسب في الناس ونصفهم وفي الاخر تعيط تقول لها شي كتبتي توا دور معايا واللي دار لي اليوتيوب وتيهضر كما بغى ويقول اللي بغى خصني انا ندير واحد الكوكبه ديال الناس مكملين غير هو. انا ما مساليش له عندي مسؤوليات وعندي اشغال وعندي كذا لهذا خصنا نشددوا وغنشددوا وديك الساعه تسميوها حريه التعبير وتسمى اللي بغى. وبهكذا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. اذا نسيت ما قلت شي حاجه خليوها ليا في التعاليق باش هكذا نستافد منكم وتستافدوا من المعلومات المتواضعه ديالي ونشوفكم في حلقه جديده ومعلومات جداد.